مرحبتين بكم من جديد، مكملين معكم إذن في برنامج الصبح. وصلنا لفقرتنا اللي هدرزنا عليها في بداية البرنامج، وقلنا اليوم حتكون معنا لايف كوتش لموضوع أو حنتكلموا عن موضوع علم الطاقة. معنا في الاستوديو نرحبوا بها ضيفتنا اليوم لايف كوتش السيدة دانا المصري. مرحبتين، أهلا وسهلا فيكم، يا أهلا وصباح الإيجابية. صباح الفل والياسمين، كيف كنت كنا نقولوا لك دخلتي معاك ما شاء الله الايجابيه دخلت معاك اكثر شيء بيجيب الايجابيه اللي هي الابتسامه، لما الواحد يتعود على الابتسامه، الابتسامه لحالها بتجيب ايجابيه للمحل. فعلا صح. يعني احيانا لما انت حتى تبدي مزعوجه وتشوفي ابتسامه انسان مشرقه تحسي براحه نفسيه. طبعا طبعا، يعني من اصلا من اساليب العلاج النفساني اللي هو انك تبتسم بوجه الاخرين. ففي كتير ناس يعني بيجوا لعندي وجههم عابس بكون، فبقولهم أول إشي بدنا نعمله بدنا نتدرب على الابتسامة، اعتبروها رياضة بس تدربوا على الابتسامة، بتغير الهرمونات بالجسم، الابتسامة بتغير الهرمونات بالجسم وبتخلي الجسم يرتاح ويبلش يبث السعادة والفرحة لإلك ولا لغيرك. طيب يعني استاذتنا ياريت تشرحي لنا عن علم الطاقة، مفهوم علم الطاقة، يعني في ناس هلبة توا حاليا يشوفوا فينا مش عارفين شو معنى علم الطاقة. هلأ طبعا آخر 5 سنين انتشر علم الطاقة بطريقة كتير كبيرة، مع أنه هذا العلم موجود من 5000 سنة. صحيح، بس الطب الحديث يعني صار الناس تعتمد الطب الحديث لأنه أسهل وخلص بتاخدها الحبة وبتطيبي. بس الطب الحديث صحيح انه عالج كثير اشياء بس ما كان يشتغل على العلاج النفساني كمان، على العلاج الروحاني كمان. اجسامنا متكونه من 3 اجسام، الجسم الروحاني والجسم العقلاني والجسم العاطفي. فهدول الاجسام اللي بسموها بالانجليزي اللي هو physical body, emotional body and spiritual body. فإذا كان عندنا توازن بين هدول الأجسام، هذا التوازن بيخلق أوكي توازن بالإنسان بكل إشي بحياته، وبيخلق له عالم رائع وصحة ممتازة وصحة نفسية رائعة. طيب فتفضلي، كيف نحاول نحن نستمد الطاقة الإيجابية؟ نعم، هلأ العالم صح أنه أنا حكيت أنه هو موجود من 3000 سنة قبل الميلاد، يعني سوري من 5000 سنة. علم الطاقة، نحن طاقة، رحنا طاقة، وكل اللي حوالينا طاقة. الطاقة بتتكون من طاقة حيوية وطاقة كونية اللي هي المستمدة من الشمس، مستمدة من الله سبحانه وتعالى، وفي الطاقة الحيوية المستمدة من جسمنا. هاي الطاقة إذا نحن قدرنا نهيئها ونفهم شو هي، نقدر ندخلها على جسمنا بنية. هاي النية بتزبط الخلايا بالجسم وبتخليها ترتاح. فكتير هلأ عم بنتقلوا لأنواع كتير من علاجات الطاقة بسموها البرانيك هيلينج والريكي هيلينج والشاكتي هيلينج. يعني وفي أنواع كتير من الهيلينج بتعتمد على الطاقة بالجسم. هنتكلموا على موضوع الريكي هيلينج، بس قبل هيك شنو اللي يسبب أو اللي يخلي يصير عدم اتزان بين الشق العاطفي والمنطقي أو العقلاني والروحاني؟ والروحاني نعم. هلا في كتير ناس هلا بهذه الايام عم بيحاولوا انه يعيشوا بس عشان الماده، سواء كانت الباور، المصاري، الخوف من المستقبل، بدهم يهيئوا لاولادهم لنفسهم مستقبل كتير منيح، بيت منيح، شغل منيح. فكل زي ما بنحكي بنركض ورا الماديات. هذا خلق نوع من انواع الستريس، هذا الستريس بيخلق عدم توازن بين الإنسان، بين العاطفة وبين الروح. فبصير في الإنسان زي معلش أحكي مثال، تعرفوا كيف لما نحط جزرة قدام الأرنب نربط له إياها ويصير يركض وراها وما يقدر يوصلها؟ نفس الشيء إذا نحن ما عنا توازن بين عاطفتنا، ما نسمع لجوا قلبنا إيش بيحكي، القلب شو بيحكي. أحياناً بيصير عنا بنفوت على مثلاً شغل جديد بنحس حالنا مكبوتين بس ما بنرد على هذا الشغل، لأنه كل إشي بيحكي بهذا الشغل إنه منيح، وبعد فترة بنكتشف إنه فعلاً هذا الشغل نفسياً إحنا مو مرتاحين فيه بس ضالين فيه عشان المادة وعشان المستقبل، ونعتقد إنه هذا هو السعادة. لا، فبصير عندنا هون خلل
بين وعدم توازن بين العاطفة عندنا، لأنه إحنا ما عم نرد عليها، ما عم نرد على قلبنا، وبين جسمنا إنه ستريس ستريس ستريس، وخلص نصير كل حياتنا شغل، ما بنهتم بغذائنا، ما بنهتم بالرياضة، ما بنهتم بإنه كيف يكون عندنا صحة جسدية ممتازة، وبنفس الوقت ما بنسمع لروحنا، بس اللي عم نركض وراء الإشي اللي المجتمع فرضوا علينا إنه هذا هو أساس الشيء. يعني قديش نحن صغار كنا نحكي بدنا نطلع مثلا طيارين، او بدنا نطلع مثلا رسامين، او بدي اطلع مثلا دانسر، ما عشان نكملوا ملاحظه هذا الطب بالضبط، او ما فيش حتى تشجيع من الاهل، لا احيانا لازم تدرس طب او هندسه صح او تجاره، هذا الشيء الماشي. فانت بتبلش حياتك ارضاء للناس الاخرين، فاحنا انت امتى العاطفه وامتى الروح. طيب شنو الاشياء اللي يعني نقدر ان نملى بها الطاقه الايجابيه في عندي في روحي؟ شنو الاساليب؟ اول شيء التواصل مع الروح، المديتيشن، التامل. الانسان بيلاقي الحلول من السكون مش من الضوضاء. يعني لما احنا ما بنقعد مع حالنا، قديش انتوا بتقعدوا مع حالكم؟ ما عندناش وقت، دائما ما عندناش وقت. ولو اكتشفتوا انه احنا فعلا عندنا وقت، نحن معظم وقتنا على السوشيال ميديا، هي حركه السوشيال ميديا انه ضلنا قاعدين هيك تستنزف كل الطاقه وبتضيع وقت فظيع. لو اعطينا لحالنا بس 20 دقيقه باليوم بس نقعد مع حالنا ونبلش نحس انه في عنا نفس، انه نحن بنتنفس، انه نحن عنا حياه حلوه، انه نحن في جوا طفل صغير عم بينادي علينا بقولنا بليز بس انه انتبهوا علي، انا روح من جوا، انا بحكي لكم ايش الصح من الغلط، انا بعطيكم الاحساس الصحيح اللي هو بسموه انتويشن، الاحساس الصحيح. بس اقعدوا معي 20 دقيقه، بس انا بدي منكم 20 دقيقه، نقعد 20 دقيقه تامل بالصباح اول ما بنفيق من النوم او باي وقت، هذا بيخفف الستريس. بالسويد في منظمه اسمها هارت ماث، هاي المنظمة اكتشفت انه القلب في عنده نوع من انواع الموجات. لما نحن نحط الوعي تبعنا على قلبنا ونسكر عينينا ونحس ان في عنا قلب ونبلش نتنفس ونبلش نحمد الله على الاشياء اللي عنا الحلوة، بيرسل موجات للعقل بيخفف الستريس بالعقل. طيب طيب هني كوتش بنسألك، يعني احنا قبل هيك كنا نتكلموا عن في الفقرة اللي قبل حضرتك كنا بنحكي عن زوج البصباص ومشكلة البصبصة عند الرجالة. طيب كيف علم الطاقة يساعدنا ان احنا نحول البيت هذا ان هو يكون بيت ايجابي مليء بالطاقة الايجابية؟ هل في عناصر معينة، في elements معينة موجودة في علم الطاقة نستمد منها طاقتنا الايجابية؟ طبعا هلأ في كله، هو نحن عايشين بعالم واحد، نحن كلياتنا متواصلين، يعني انا هلا متواصله معكم، انا متواصله مع الطاوله، انا متواصله لانه هي الذرات كلياتها وحده. لما نفوت على البيت نحن واهل البيت مرتبطين بشيء اسمه هاله وحده، كلياتنا عندنا هالات، هاي الهاله مرتبطه بهاله وحده، هاي الهاله بتاثر. فانا اذا كنت انا انسانه سلبيه بتاثر على الهاله، الاشخاص الثانيين رح ينزلوا معي. ايش الاشياء الخارجيه اللي ممكن تساعدنا على هذا؟ اول شيء انه المراميه، نحرق مرامية بالبيت. أوكي. نجيب المرامية الخضراء، اوكي، سوري الناشفة، اوكي، ونحطها بمبخرة ونحرقها، اوكي، ونصير نحركها على البيت. المرامية اللي بسموها سيج، اوكي، المرامية هاي والسيج بتساعد على امتصاص الطاقة السلبية في البيت، وبتساعد البيت انه يتهدى الطاقة فيه. والشغلة الثانية الكراكيب، نحاول نبعد عن الكراكيب، يعني اي شيء ما نستعملوش فيه. نبعد عن المتل كثير، نحاول نرجع للخشب، نرجع نقلل المرايات، يعني انا بحكي بشكل هذا. طيب نحط الاخضر على الكورنرز، نحط زريعه بالضبط الاخضر، يعني نباتات، النباتات الخضراء. نبعد كثير عن الصبار جوا البيت، الصبار برا البيت. كيف في امبارح لو كنا بنتناقش في موضوع الطاقة، فقلت لهم احنا عندنا معتقد في ليبيا انتشر انه الصبار بيجلب الطاقة السلبية بالبيت، ففي يعني كان هو خارج البيت، لازم يكون خارج البيت، مش في البيت. فيعني قلنا انه ممكن يكون هذا بس معتقدات. هل في اشياء معتقدات تورثتها الاجيال هي صح؟
طبعا يعني في اشياء يعني هلا بقول لكم علم الطاقه من 5000 سنه بس لانه نحن تبرمجنا انه نكون نحن كثير منتل يعني نكون انه اذا واحد زائد واحد يساوي اثنين اذا شيء ما شفناه ما بنصدقه. طيب مثلا زي موضوع عاده الملح في ميه والملح ملح. ممتازه الميه والملح بالبيت ممتازه جيبوا ملح بس ملح البحر مش ملح البحر اللي بنحطه على الاكل ملح الخشن بندوبه بسطل بنحط معلقه ملح بندوبها بسطل يعني مش تحطوا مليون الف ملح وصير زحلق البيت اوكي بتحطوا معلقه ملح على السطل المي وبس وبتمسحوها اوكي هاي الملح كتير بيساعد لانه بيمتص الطاقه بيمتص الطاقه السلبيه في البيت الطاقه هي موجوده يعني هي إشي بنقاس موجود طيب هلا في كاميرات بتقيس الطاقه طيب نعم. الالوان يعني زي ما نشوفوا استاذه دانا الالوان الاضاءه هل هذا كله مرتبط بموضوع الطاقه الايجابيه في المنزل الشموع كثير ممتازه اللون الاصفر كثير احسن من اللون الابيض احنا معتقدين ان الابيض هو الافضل لا الابيض للشغل افضل لانه بيعطي طاقه هلا البيت يس اللون الابيض بيعطي طاقه للشغل بس اللون الاصفر بيعطي هدوء تمام وكثير حلو السايد لامبس السايد لامبس كثير بتساعد انه الضوء ما يكون من فوق, من فوق. يكون من الطرف طيب هل يختلف مثلا الالوان من شخص لشخص فرضا يعني مثلا زي انا ما نتقبلش باللون الاصفر يعني بالعكس يوتر فيا اللون الاصفر انت شوفي ايش ايش اللي بيريحك كمان يعني طبعا كل انسان لا تنسي انه في اشياء نحن حسب ما تعودنا عليها من نحن صغار يعني في امور معينه ونحن صغار تعودنا عليها فصعب نتقبل شيء جديد ثاني اذا كان اللون الابيض بيساعدك انك انت توصلي لراحه نفسيه ليش لا بس تمام. بشكل عام اللون الاصفر بيخلي لانه لون الشمس اوكي فهمتك هلا لاحظوا انه لون الشمس بقلب ابيض بعزلين الظهر ليه لانه بيعطي طاقه كثير قويه اذا انت بدك تكوني نشيطه حطي لون ابيض اذا بدك تكوني مرتاحه وريلاكس وترتخي ريلاكس حطي لون الاصفر يعني بالليل مثلا ممكن تقعدي وتحطي شموع او اضاءه خفيفه صفراء هذا بيعطي هدوء للبيت بيعطي ريلاكسيشن حتى لما تفوتوا على مطعم تلاقوه هيك دمد الالوان خفيفه بتحسوا حالكم شوي هيك حسيت كوزي صح انه هيك انه انا بدي اهدى في هدوء يس مزبوط طيب انا بنسالها على الريكي هيلينج الريكي قلنا اللي ذكرتي هنا في البدايه هلا الريكي هيلينج هو زي ما قلت لكم هو علاج موجود من 5000 سنه بس تجدد من 1826 ل 1865 ل 1926 لواحد اسمه ميكاو اوسوي كان هذا ميكاو اوسوي ياباني بلش يحطه از ساينس يعني علم هو الريكي هو عن طريق انه يخلي الجسم يكون هو زي تشانل للطاقه للاجسام الثانيه العلاج عن طريق الطاقه الكونيه ريكي الري يعني الطاقه الكونيه كي يعني الطاقه الحيويه وهي انه دمج بين هدول الطاقه هي طاقه المستمده من الشمس من ومن العناصر تبعتنا يعني. كيف بنقولها هي طاقه حياديه تمام نحن بنقولها على جسم البني ادم عن طريق يا اللمس او عن طريق الكريستالات او الاحجار الكريمه بنقولها للشخص الاخر بشو بنيه بنحط النيه بتضيف للطاقه يا تكون سلبيه يا ايجابيه فلما نحن انا مثلا بعالج عن طريق اللمس فانه بحط في منافذ للطاقه بالجسم سبع منافذ للطاقه هاي سبع منافذ كل منفذ للطاقه بسموها تشاكرز اوكي كل منفذ للطاقه بيسبب شيء خلل معين بالجسم اذا كان مسكر بس اذا كان مفتوح بيعطي زي توازن بالجسم والطاقه بتنزل بتمشي بجسمنا من تحت وبتطلع لفوق عن طريق السبع منافذ لهدول الطاقة السبع منافذ بتبلش من الروت تشاكرا هي أسفل الظهر بعدين بيجي تحت البطن بشوي اللي هي منطقة بسموها الهارة السكند تشاكرا أو بسموها ساكرال تشاكرا مسؤولة عن العادات والتقاليد تيجي عندك التشاكرا الثالثة اللي هي بسموها سولار بلاكسس اللي هي اللي عند المعدة والبانكرياس هاي مسؤولة عن الكوميونيكيشن مع الناس والثقة بالنفس تيجي الهارت تشاكرا اللي هي القلب وبعدين بيجي عندكم الثروت تشاكرا اللي هي الحديث والغنى والتعبير عن الذات عند الغده الدرقيه بعدين تيجي الثيرد اي تشاكرا اللي هي مسؤوله عن العين الثالثه والاحساس والحدث والاحلام بعدين بيجي عندكم اللي هي الكراون تشاكرا التشاكرا التاجيه اللي هي مسؤوله عن صلتنا بربنا وصلتنا بالكون فتوازننا نحن بالريكي بنساعد انه كل تشاكرا
تتوازن، تطلع يصير الانرجي نفتحهم لهدول الشاكرات عن طريق اللمس انه ينزلوا من تحت لفوق طبيعي ويصير في توازن بالجسم. طيب بنسألك سؤال، هل الحيوانات تسبب في انه مثلا يكون تجلب في طاقه سلبيه او طاقه ايجابيه؟ الأليفة طبعا وجودها في وجودها في المنزل يعني. في حيوانات، هلا شوفي في حيوانات مش بتسبب، هي في حيوانات اعتقدت المفاهيم القديمه مثل المفاهيم البوذيه هذا انه هي بتجيب السعاده. طيب. مثل السحليه، بس هي بتختلف ايش اسمها السلحفه تيرتل اوكي، هدول بيعتبروهم بيجيبوا الطاقه الايجابيه للبيت وهي بيعتبروها زي لانه نوع من انواع الالهه عندهم. تمام. فهي انت ايش شعورك اتجاه هذا الحيوان اوكي، هو اللي بيجيب الطاقه السلبيه والايجابيه. يعني نحن مثلا انا بالنسبه لي اذا شفت سحليه بغمى علي، يعني ما بقدر انه اشوف سحليه في البيت. لما رحت على بالي البيت كله سحالي، فانا بالنسبه لي كان نايت مير يعني كابوس. بس بالنسبه لهم هذا يعني بركه، يعني على حسب ارتياح الإنسان. نعم، الحيوانات ربنا كل حيوان ربنا خلقه لهدف عشان توازن الطبيعة. فإيش أنت إحساسك اتجاه هذا الحيوان هو اللي بيضيف لهذا الحيوان طاقة إيجابية أو سلبية. طيب أحكي لنا عن ثياسولكولوجي. ثياسولكولوجي نحن عندنا مركز الرابية بعمان. هذا المركز منعالج أنا وشريكتي نورة النوباني. نحن منعالج بالطاقة فيه وأنا بعمل لايف كوتشينج، وفي عندنا كمان إشي اسمه تنويم الإيحائي اللي هو الهيبنوثيرابي. كيف إن إحنا هدفنا كله بلشنا المركز عشان نساعد الناس تتواصل مع نفسها وروحها بكذا نوع من أنواع. إحنا عم نشوف الفيسبوك تبع ثياسولكولوجي على الشاشه، فاكيد يعني انه نحن بنعمل كل اثنين مديتيشن من الساعه 8 ل 9، بنحاول نساعد الناس خاصه بظروفنا الصعبه بالوطن العربي، بنحاول نساعد كل الناس انهم يقدروا يتواصلوا مع نفسهم من جوا ويوصلوا للبيس اوف مايند اللي هو راحه البال اللي هي الصحه النفسيه. فنحن بكل اساليب التكنيكس اللي تعلمناها بنحاول ننقلها للناس سواء كانت بجلسات فرديه او جلسات جماعيه، نقدر نوصل الناس لهذا الستيت اوف مايند اللي هو راحه البال والتوازن بين الروح والجسد والعقل. طيب كوتش دانا، عندي بس سؤال. من خلال بحثنا عليه مركزكم لقيت ان انتم تعالجوا في امراض ايضا بعلم الريكي. هل هي امراض عضويه ام نفسيه او كل شيء؟ يعني نحن نشتغل هلا اي مرض عضوي اساسه نفساني واساسه روحاني. يعني مثلا الصداع هو عدم توازن بالحياه، الصداع النصفي هو عدم توازن بالحياه. انه كيف الانسان بضله يوم سعيد يوم تعيس، يوم سعيد يوم تعيس، وضغوطات الستريس كلها بتسبب الصداع. فنحن بنروح على سبب الصداع ونبلش نعالجه بالطاقه. ونصير نحكي مع الشخص كيف انه يقدر يوصل لراحة البال، ونعلمه تكنيكس مع العلاج بالطاقة انه كيف يهدي نفسه ويوصل لمرحلة السكون، وبصير يقدر انه يخفف هذا الصداع. وفعلا عندنا حالات كتير كان عندهم وجع بالظهر، الوجع الظهر مثلا سببه مشاكل مادية. اذا كان عنده الانسان بيواجه كتير مشاكل مادية بيؤدي لوجع بالظهر. مثلا البنكرياس، السكري، مشاكل بثقة بالنفس والغضب والزعل الشديد كتير بيؤدي للسكري. يعني معظم الأمراض العضوية مرتبطة بالنفسية. وعندي حالة كان عندها مشكلة بالغدة الدرقية، اكتشفنا ان هي ما بتعبر عن نفسها وحتى وهي بتحكي بالتأتأة. شكرا شكرا لك. شكرا لك، هذا يعني لا يمل صراحه. والله لا يمل، ومدى بينا يعني نستضيفوك اكيد في حلقات ثانيه وفي فقرات ثانيه. نورتينا كوتش دانا المصري، شكرا لك، ونتمنى لكم التوفيق في مركز ثيا. شكرا كثير، يسلموا ايديكم، وشكرا كثير على الاستضافه. شكرا. مشاهدينا ما زلنا مستمرين في فقراتنا. كانت معنا ضيفتنا دانا المصري، كوتش في الطاقه، او ان احنا علمتنا كيف نجلبوا لنفسنا الطاقه الايجابيه. ان شاء الله ايامكم كلها تكون مليئه بالطاقه الايجابيه، ويبعد عنكم ربي الطاقه السلبيه. حنطلعوا فاصل صغير ونرجع لكم مره جديده.